بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا مع حديث مهم فيه العلاج بكلمة واحدة. نبينا عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة أعطانا العلاج لهموم ومشاكل وكوارث هذا العصر الكئيب الذي نعيشه اليوم للأسف. هذا الحديث نجده في صحيح البخاري وغيره طبعا. يقول عليه الصلاة والسلام: اصبروا، كلمة واحدة. انظر هذه الكلمة كم هي ثقيلة، كم تطبيقها صعب، لأن الصبر أيها الأحبة من أصعب الأشياء على الإنسان، أن يصبر ويشكر ويحمد الله ويرضى بقضاء الله عز وجل. انظر من حولك، عندما تعصف الهموم والمشاكل وكثرة القتل، ونحن نرى الآن ما يحدث في أراضي فلسطين وغيرها للأسف يعني، والعالم صامت متآمر لا يتحرك. ماذا أستطيع أنا أو أنت أن نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الفتن، أحاديث كثيرة تقول أن الساعة لا تقوم حتى تكثر الفتن ويكثر الكذب ويكثر القتل ويكثر الزنا ويكثر أولاد الزنا، أحاديث كثيرة جدا. الحل النبي لخصه بكلمة: اصبروا. وأعطانا طبعا معلومة للمستقبل، أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني اليوم هذا الزمان نعيشه سيأتي ما هو شر من هذا الزمن، لذلك لا تستعجل أخي الحبيب، اصبر. طيب إلى متى سنصبر؟ يعني شهر، شهرين، سنة؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام: حتى تلقوا ربكم. يعني اصبر حتى تموت، لأن لقاء الله بعد الموت. وبالتالي هذا الحديث فيه علاج، فيه راحة نفسية. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: دعك من الهموم، دعك من الاكتئاب، دعك من ضيق الصدر، دعك من الحزن، دعك من اليأس، ركز على الهدف النهائي وهو لقاء الله عز وجل. حتى تلقوا ربكم، يعني ضع هذا الهدف أمامك. والله أخي الحبيب، أنا أقترح مثل هذه الأحاديث التي حقيقة تكتب بماء الذهب أن يكتبها أحدنا على ورقة هكذا يضعها أمامه، يعني توضع أمامك تتذكر كلام النبي، لأن هذا الكلام وحي من الله أخي الحبيب، وأنت قراءتك لهذا الكلام كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام، وإذا التزمت بتطبيقه أنت إذن أطعت النبي. والله تعالى ماذا يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله. كلنا ندعي أننا نحب الله، ولكن كم واحد منا يتبع النبي؟ قل إن كنتم تحبون الله، ماذا نفعل؟ فاتبعوني. يعني قل يا محمد، أخبرهم، أخبر هؤلاء، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا هذا النبي. طيب ما هي النتيجة إذا اتبعنا النبي؟ إذا صبرنا، النبي يقول لنا اصبروا. إذا صبرت ما هي النتيجة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله، انظر إلى الكلام الإلهي المحبوك البليغ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن ها أنا متى أحصل على محبة الله؟ لا أستطيع أن أحصل عليها إلا إذا اتبعت هذا النبي، شرط أساسي. طب النبي يقول لي اصبر،
يجب أن أصبر، يجب أن أتحمل، لأن الإنسان أخي الحبيب إذا كثرت الهموم عليه يصل لمرحلة اليأس، وهذه مرحلة خطيرة جدا حذر منها القرآن كثيرا في آيات كثيرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، والإسراف هنا لا يعني فقط الذنوب، يعني كل أنواع الإسراف، أسرفت في الذنب، أسرفت في الحزن، أسرفت على نفسك في اليأس، في الاكتئاب، في الملل، في الضجر، في ضيق النفس، ضيق الصدر، وصلت لحد الإسراف، ماذا يقول لك الله عز وجل؟ لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط بالطاء هو اليأس أو هو القليل من اليأس. إياك أن تصاب بذرة يأس وهو القنوط، يعني أن ينتابك ولو شيء قليل من اليأس، هذا القنوط ابتعد عنه. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن اليأس أخي الحبيب كما قال سيدنا يعقوب ولا تيأسوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كثرة الهموم إذا تراكمت مع عدم الصبر تقودك لليأس، بينما الصبر يقودك للفرح برحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني ماذا يعني أن تفقد ابنا أو زوج أو زوجة أو صديق أو قريب أو أب أو أم؟ ماذا يعني ذلك؟ إذا كان من الصالحين صدقني سيكون فرحا أكثر منك في هذه الحياة، لأنه سيكون من الشهداء. هذه رسالة اطمئنان من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من مات حتى في أرضه وفي بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله، فإن مات مات شهيدا، والشهيد عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. إذن رزق وفرح واستبشار، طيب ماذا يريد أكثر من ذلك؟ لذلك أخي الحبيب لا تترك الحزن يتسرب إليك. جزء من الحرب على الإسلام هي إيصال العالم الإسلامي لمرحلة اليأس والإحباط والقنوط بالطاء، لأن القنوط بالتاء هو الخشوع، نميز بينهما. الله يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله، وفي آية أخرى لا تيأسوا من روح الله. وكل آيات الحزن جاءت لا تحزن، لا تحزنوا، لا تحزني دائما. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أصعب موقف، المشركون من كل جانب وهو مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ماذا قال له؟ لا تحزن إن الله معنا. الله خاطب مريم عليه السلام وهي في وضع صعب جدا، قال لها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني لا تحزني، أن لا تحزني. خاطب المؤمنين ماذا قال؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا. لذلك نحن في قاموس المسلم الحزن غير موجود، واليأس غير موجود، والاكتئاب غير موجود. لماذا؟ لأن أي شيء يصيبك هو بلاء من الله. أولا يجب أن ترضى بقضاء الله. انظر إلى سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب وهو أبو سيدنا يوسف عليهما السلام لم يفقد الأمل من الله عز وجل. فقد ابنه الأول، وفقد ابنه الثاني المدلل،
وهو يعلم أنهم يكيدون كيدا، ماذا قال؟ في المرة الأولى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في المرة الأولى عندما فقد ابنه الأول المدلل يوسف عليه السلام قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لم يقل لهم سأفعل وسكذا، لا لا لا، فصبر. هل يوجد أصعب من فقدان الابن؟ وبخاصة أنهم قالوا أكله الذئب، موقف صعب جدا. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب، في المرة الثانية بعد أن فقد ابنه الثاني وقالوا إن ابنك سرق، ماذا قال؟ كرر نفس، سبحان الله، موقف ثابت. فصبر جميل، ثم قال بعد: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قمة الثقة بالله أخي الحبيب، كان واثقا من الله عز وجل، لأنه قال بعد ذلك: وأعلم من الله ما لا تعلمون. فاليوم نحن عندما نصبر ونرضى بقضاء الله نمتلك قوة الإيمان. لا يستطيع الكون كله لو اجتمع أن يقهر إنسانا معه الله. لا تحزن، إن الله معنا. لذلك أرجو منكم حفظ هذا الحديث والعمل بما جاء فيه، وأن صبرك هذا هو اتباع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا، وبالتالي النتيجة هي محبة الله لك. اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نسأل الله عز وجل أن يكون أكبر همنا في هذه الحياة هو لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن نلقاه وهو راض عنا، وأن نكون من الصابرين الذين قال الله تعالى فيهم عندما يدخلون الجنة. تخيل معي هذا المشهد أخي الحبيب، وأنت تدخل جنات النعيم بعد رحلة الصبر التي عشتها على الأرض، وهي رحلة قصيرة جدا ستنتهي بسرعة. سيقال لك: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.